يندب الحظ على فقد الابن الأصغر موسى الذي تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب على يد عذراء زوجة أبيه، حيث تؤكد الرواية الأولى أن الضحية تعرض للخنق بعد إجباره على أكل كيلو من الملح بشكل مستمر. جيت لقيته مخنوق، مطعون، مدتشج، أنواع التعذيب، الحجج والأعذار واهية، يسمع كلامي عاندني مدري شنو. هي زوجتك اللي هي مو أمه من غير أم، تباوع الطفل ما تقدر تحكي. المصاب جلل والفاجعة كبيرة، ولم يهدأ بال لسكان منطقة الخطيب في الشعلة إلا بتدخل للسلطات الأمنية التي اعتقلت الجانية، بينما انفرد فريق الشرقية نيوز بتوثيق مسرح الجريمة. ضبيت لقيت أخوي هنا قاعد وموسى هنا بهالاتجاه ممدد دم وكدمات وآثار تعذيب. باوعت على الوضع، فصيت على مرته تتعبت الناس هذا شلون ميت، تقول ما صار له ربع ساعة. قلت هذا مو مال ربع ساعة، قلت صار أقل شيء عشر ساعات ودمه والدود جاي ياكل بيه، وعينك عينك تطفر من هنا وجاي تركب تمن ومرك، والمسألة طبيعية. خنق وتعذيب وشنق، والجريمة بدأت من القتل، بدأ من الليل إلى الصبح الوفاة، بلغونا الساعة بالأربعة العصر بالوفاة. إذن والد الضحية يودع هذا المنزل إلى غير رجعة، والجانية تواجه القضاء العراقي. الجميع يتحدث عن سرعة أخذ القصاص لجريمة الطفل التي حصلت هنا في هذا المكان. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.